بكم مشاهدينا، إنها الساعة 60، ساعة الإيقاع السريع والمختلف والمعلومة المباشرة الوافية وفيها الكثير. البداية من العناوين. في روسيا ألغاز كثيرة بلا حلول، من بينها مكان قائد فاغنر. بوتين أتحدث معه ومع قواته كمحام. حكومة نتنياهو تصب زيتا جديدا على نار الاحتجاجات. التعديلات القضائية تهدد إرث مهندس القضاء. وأيضا في ملفات الساعة 60، يروج لها باعتبارها ترياقا للسياسات الفاشلة بايدنومكس. هل ينجح بايدن في استعادة الحلم الأمريكي؟ في السياسة، فتش دائما عن المنفعة المتبادلة. الصين برداء المنقذ تتقرب أكثر من طالبان. مسلسل فاغنر والكرملين لم ينتهي على ما يبدو. الحلقات كثيرة والغموض والتساؤلات أكثر. أين بريغوجين؟ وما الذي اتفق عليه خلال 3 ساعات قضاها في الكرملين؟ ترجح تقارير غربية مقتله، وتعتقد أن قتله يضمن عدم ظهور بريغوجين آخر. تقارير أخرى تتحدث عن وجوده في مكان غامض وهو ليس في بيلاروسيا كما تم الاتفاق مع بوتين. الاتفاقية في تغير مستمر بحسب معهد دراسة الحرب. وهنا مشكلة أخرى رصدتها شبكة CNN. عدم ظهور بريغوجين حتى الآن يضر بوتين أكثر مما يفيده، فهو يظهر أن جميع الخيارات التي يواجهها الكرملين بها عيوب. أما التفسير الأخير لهذا الغموض هو أن الكرملين يتجنب أي تحركات حادة ضد فاغنر الآن. لا يريد بوتين استفزاز المجموعة أو داعمين آخرين لبريغوجين حتى داخل الجيش، ولعدم عودة شبح الحرب الأهلية. لكن الثابت، أو بحسب موقع فلايت رادار، تنقل قائد فاغنر بين روستوف وسان بيترسبرغ خلال الأيام الأولى لما بعد التمرد، قبل أن يتوجه بعدها إلى مينسك ثم موسكو التي تنقل بينها وبين سان بيترسبرغ ليستمر في التنقل بين المدن الثلاث. 6 من الشهر الحالي كان آخر موقع هبطت فيه طائرة بريغوجين، مدينة بين موسكو وروستوف. بعد محاولات التمرد التي قام بها قائد فاغنر، تتحدث وسائل إعلام روسية عن انهيار إمبراطورية بريغوجين بخسارته معظم الشركات التي كانت تابعة له بشكل مباشر أو غير مباشر، مثل شركة كونكورد أو شركة باتريوت ميديا هولدينغ. ولكن أين قائد فاغنر أصلاً؟ مكان تواجد بريغوجين لا يزال مبهماً حتى الآن. وفقاً للاتفاق مع الرئيس البيلاروسي، كان من المفترض أن يكون بريغوجين في مينسك، لكن لوكاشينكو نفى ذلك. وبحسب تتبع خط سير طائرة بريغوجين الخاصة، أقلعت الطائرة إلى بيلاروسيا بعد محاولة التمرد، ولكنها عادت إلى روسيا في نفس اليوم. الكرملين بدوره أكد لقاء بوتين معه بعد 5 أيام من التمرد، ولكن دون أي تفاصيل عن مكانه. لتبقى التساؤلات حول مصيره مستمرة، فهل سيكون لبريغوجين دورا جديدا بعيدا عن فاغنر؟ لكن دعونا نعود بالزمن للوراء، ليس كثيرا. يوم بدأ التمرد، يوم 24 يونيو الماضي، وقتها خرج بوتين في خطاب للروس ووصف مجموعة فاغنر بالمتمردين. لن ندعها تتكرر. سنحمي شعبنا ودولتنا من أي تهديدات، بما في ذلك الخيانة من الداخل. ما نواجه الآن هو الخيانة. لكن رغم ذلك، وبعد 5 أيام من وصفهم بالخونة كما تبعنا، نحن في 29 يونيو، استقبل بوتين بريغوجين ومعه 35 مقاتلا من المجموعة. اجتماع دام ل3 ساعات. خيار أساسي طرحه بوتين على بريغوجين والمقاتلين بحسب مقابلة أجراها بوتين نفسه مع صحيفة كوميرسانت. استمرار وجود فاغنر، لكن مع العمل تحت قيادة سيدوي، مصطلح ينادي به رجل يسمى أندري تروشيف. الكلمة معناها ذو الشعر الرمادي، تروشيف أو سيدوي.
أشرف على مقاتلي فاغنر لمدة 16 شهراً. وماذا عن رد مقاتلي فاغنر على اقتراح بوتين؟ أومأ كثير من الناس برؤوسهم موافقة على ما قاله بوتين، لكن بريغوجين الذي كان جالسا في المقدمة التقط طرف الحديث ووجه رسالته لبوتين: رجالي لا يوافقون على هذا الأمر. ثم جاء استفسار آخر هذه المرة من المقاتلين الذين سألوا بوتين: هل ستبقى فاغنر شركة عسكرية قتالية خاصة؟ بدأ بوتين غاضبا من السؤال ليجيب على المجموعة قائلا: لا وجود لمجلس إدارة فاغنر، ولا يوجد كيان قانوني اسمه فاغنر. بحسب كوميرسانت، كان بوتين يتحدث عن قانونية فاغنر مثل المحامي. الرئيس الروسي بالمناسبة درس القانون في الجامعة. ما يدعم هذه القصة هو وزير الدفاع سيرجي شويغو في 10 يوليو الماضي وقبل التمرد أمر كل المتطوعين في الشركات العسكرية الخاصة التي تخوض الحرب بتوقيع عقود مع وزارة الدفاع بحلول 1 يوليو. أي شركة عسكرية التوقيع على العقود كما تابعنا يعني أنها ستكون شركة غير قانونية، وبحسب بوتين فهذه قضية تشريع تجب مناقشتها في مجلس الدوما وأيضا في الحكومة. أمر آخر حدث خلال الاجتماع رغم كل هذا التوتر بحسب الكرملين، أكدت مجموعة فاغنر ولا أهل بوتين حصل بريغوجين على مستحقاته، وربما نهاية غير متوقعة من بوتين الذي يعرف عنه عدم المسامحة في الخيانة. Да. Но не всё. А что невозможно простить? Предательство. التفسير المنطقي لإمكانية مسامحة بوتين في الخيانة هو تجنب أي انقسامات داخلية، لأن الخصومات والفساد باتت أساسيات في الدفاع الروسية بحسب CNN. الانقسامات كشفتها الصحيفة بوثائق أظهرت أن الجنرال سيرجي سيروفكين نائب قائد العملية العسكرية في أوكرانيا كان عضواً سرياً في فاغنر. سيروفكين وبحسب نائب الروسي هو الآن يستريح، لم يظهر علناً أصلاً منذ ظهوره عقب التمرد مباشرة حيث دعا بريغوجين للتهدئة. لكن هناك جنرال آخر إيفان بوبوف، قائد كبير في قيادة القوات بجنوب أوكرانيا، أقيل من منصبه قبل أيام. لكن ما السبب؟ نفس سبب بريغوجين بالضبط. اتهم بوبوف شويغو ووزارة الدفاع الروسية بخيانة القوات الروسية من خلال عدم تقديم الدعم الكافي. الأخطر من ذلك أن بوبوف يتمتع بدعم هائل من المقاتلين في الصفوف الأمامية، يرونه قائداً بسيطاً وواضحاً، ولذلك أصيبوا بإحباط شديد بسبب إقالته. وبحسب المدون العسكري الروسي ريبار، الانقسامات قد تؤثر على قدرة روسيا في الحرب. لم يكن من حق الكذب باسمكم باسم رفاق في السلاح الذين قتلوا، لذا فقد كشفت كل المشاكل الموجودة. لم يستطع الجيش الأوكراني اختراق صفوفنا على الجبهة، لكن قائدنا الأكبر وجه لنا ضربة مفاجئة وقطع رأس الجيش بوحشية في أصعب وأشد اللحظات.
سقط إخوتنا بعمليات قصف بالمدفعية الأوكرانية بشكل مأساوي. الجيش يفتقر لأنظمة البطاريات المضادة المناسبة وسبل استطلاع مدفعية العدو. كما تابعنا تصريحات بوبوف تزيد من سوء الأوضاع داخل الدفاع الروسي، لكن بوبوف ليس الوحيد. صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن القصة. هناك 13 ضابطا كبيرا على الأقل احتجزوا لاستجوابهم، بعضهم أفرج عنهم وهم تحت المراقبة، إلى جانب 15 ضابطا آخر تم إيقافهم من الخدمة. وبغض النظر عن صحة الاتهامات المتبادلة بين الطرفين من عدمها، الأجهزة الأمنية أثبتت الولاء لبوتين. اتخذت قوات جهاز الحماية الفيدرالية والحرس الوطني وجهاز الأمن الفيدرالي مواقع دفاعية خارج المباني الرئيسية في موسكو وقت التمرد. وحشد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف قواته للتقدم نحو موسكو وروستوف لمعارضة فاغنر. الأمر بسيط جدا. خلال تحركهم من روستوف إلى موسكو ركزنا كل قواتنا على ضواحي موسكو، لأنه إذا قمت بتشتيت وحدتنا فسيمرون بسهولة. نعم، كنت على اتصال دائم بالرئيس. مؤخرا واجهت بلادنا تحديا آخر، جرت محاولة لزعزعة استقرار الوضع داخل البلاد. ظل أعضاء الحكومة في مكاتبهم، لقد تصرفوا بوضوح وتعاون تحت توجيهات رئاسية، ظل الوضع مستقرا على جميع المستويات. أريد أن أشير على وجه التحديد إلى أن محاولة التمرد المسلح لم تغير موقف المواطنين تجاه الخدمة التعاقدية في منطقة العملية العسكرية الخاصة. يظهر متعاقدون ومتطوعون مستوى عالي جدا من الدعم للرئيس والدولة، ومستعدون للدفاع عن وطنهم. في الأسبوع الماضي وحده وقع ما يقرب من 10,000 شخص عقودا مع القوات المسلحة. انقسامات والغاز، هذا هو الوضع في روسيا الآن. ورغم عدم معرفة مكان بريغوجين حتى الآن، لكنه لا يزال على ما يبدو يتمتع بدعم القوات الجاهزية بقيادة بريغوجين للأحداث والاضطرابات العالمية. لغز لم يوضح تفاصيله قائد ميداني لمجموعة فاغنر، حيث ادعى أنه يتحدث من بيلاروسيا، مكان القاعدة التي ستكون مكان قوات فاغنر الجديد. لغز ثالث تحدث عنه القائد الميداني: المجموعة التي تقدمت نحو موسكو في 24 يونيو تستعد للمعركة الحقيقية التي بدأت للتو. أي معركة إذن؟ لم يوضح. مرحبا جميعا، أنا قائد فرقة في فاغنر اسمها سين بيرسيرك. نحن في شقيقة بيلاروسيا بالنيابة عن مجلس القيادة هنا. أريد أن أخبر كل من فقد حماسه أن هذا كله مجرد بداية. مسيرتنا من أجل العدالة كشفت العديد من الأشياء. سأذكر أمرا واحدا: القوات التي يقال أنها علقت في الزحام وصلت إلى روستوف. منذ الدقائق الأولى سلك قائدهم وقائدنا أسلوب الحوار. للمزيد انضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الدكتور رولاند بيغاموف. أهلا بك دكتور. يعني ما كان في إطار التكهنات اتضح وأصبح واقعا وحقيقة بعد تصريحات بوتين الأخيرة وعلى لسانه عن اجتماع الثلاث ساعات، والتي كانت فرصة لم يستغلها بريغوجين. ما رأيك؟ ماذا يعني ذلك؟ من في موقف القوة هنا؟ مساء الخير، شكرا لاستضافتي، تحياتي للجميع. في حقيقة الأمر هذا يدل على أن قصة واغنر لم تنتهي بعد، وهي قصة فريدة من نوعها، لأن التمردات بمثل هذا الحجم لا تنتهي في يوم واحد بين ليلة وضحاها واتخاذ قرار سريع لفتح القضية الجنائية ضد بريغوجين ثم وقف هذا القرار. ثم عرفنا بعد 5 أيام أن لقاء في كريملين مع بريغوجين مع 35 من قادة هو بالضبط كما قلت دكتور رولاند، لم تنتهي والتداعيات مستمرة، ولكن أتحدث عن موقف بوتين من بريغوجين. يعني هل تجاوز خطيئة الخيانة التي تحدث عنها بنفسه بوتين؟
أنا في رأيي المتواضع لم يتجاوز وهو على مسافة بريغوجين، هو الآن ليس في دائرة المقربين من بوتين، ولكن بوتين أبعده ويبدو أنه غاضب عليه لأنه حتى سأل منه لماذا قمت بذلك، لماذا فعلت ذلك، وبريغوجين كان مبررا لنفسه، قال أنه انفعل وكان عصبي واتنروس، هذا كان رده. وفي نهاية المطاف الأهم هنا أن بالفعل الشركة واغنر هي لم تكن كيانا وفقا للقانون الروسي، لأنها كانت في المنطقة الرمادية من وجهة نظر القانون، ويبدو أنها ستبقى. نعم، وهذا ربما أكثر ما يعني ما يثير الانتباه في تصريحات بوتين أيضا. يعني كان الأهم عندما سئل حول وضعها القانوني قال إنها موجودة ولكنها ليست قانونية، وتحدث كمحام عن وضعية فاغنر. ولكن كيف سيتعامل الكريملين مع الملفات التي تديرها فاغنر وتشرف عليها في الخارج؟ لا ننسى أن الرئيس لدينا هو خريج كلية القانون، كلية القانون قبل ما انتسب إلى كي جي بي، فلذلك كان في رده يعني هو قانونيا يتحدث كمحامي كرجل القانون ورجل الدولة. بالفعل هناك النقاش ماذا يفعلون المشاريون الروس مع مثل هذه الشركات، والرأي الصائد الآن في برلمان في الدوما لم يتخذ قرار نهائي حتى الآن، هو أن الشركات الخاصة العسكرية يمكنها أن تعمل في، ولكن الأهم دكتور رولاند أن لا يزال إخضاع هذه القوات متعثر حتى اللحظة، وهذا ما أظهرته التصريحات لبوتين الأخيرة. تقصدين إخضاع لوزارة الدفاع أو إخضاع لأي شيء؟ هو إخضاع لوزارة الدفاع كان يعني صلب النزاع بين بريغوجين وواغنر من جهة، وبين وزارة الدفاع يعني شويغو وغيراسيموف من جهة أخرى، ويبدو أن واغنر لم تتفق على اقتراح بوتين لانتساب إلى وزارة الدفاع، ولذلك الآن لا أقل من 10% من عدد قوات واغنر ستنتقل إلى البيلاروس. هناك تقريبا 1000 جندي انتقل حاليا ويقومون بتدريب القوات البيلاروسية للدفاع المدني هناك في معسكرات، وما زالت هناك قوات أخرى التي تنتقل إلى إفريقيا. ولكن لا أعتقد أن واغنر ستنتسب إلى وزارة الدفاع. شكرا، كنت معنا من موسكو المحلل السياسي الدكتور رونالد بيجاموف. لعنة اليوم نعمة الأمس، الكيس البلاستيكي في الساعة بعد دقيقة. أهلا بكم من جديد. إذا شبهنا الأمر بالزواج فإسرائيل تنتظر الآن في مكتب محامي الطلاق. بهذه الكلمات وصف مقال في صحيفة هارتس للكاتب دانيال جوردس الوضع في إسرائيل بعد أن منح الكنيسة موافقة مبدئية على مشروع التعديلات القضائية المثير للجدل قدمته حكومة نتنياهو، والذي يزيد من سيطرتها فيما يخص اختيار قضاة المحكمة العليا، كما يسمح للبرلمان بتجاوز المحكمة. هذا التصويت الذي انتهى بأغلبية 64 لصالح التعديلات مقابل 56 رافضين هو الأول من بين 3 عمليات مطلوبة من أجل إقرار هذه التعديلات. الشارع الإسرائيلي يستمر في الغليان للأسبوع 28 تواليا ضد التعديلات والتصويت الجديد. صب الزيت على النار.
بهذه الاحتجاجات الواسعة وضعت صحيفة هارتس عنوانها حكومة إسرائيل في مقابل أمة إسرائيل. فتعديلات نتنياهو كشفت عن الانقسامات العميقة بين العلمانيين والدينيين والقوميين. المعارضون للتعديلات يرون أنها تقوض الديمقراطية في إسرائيل، والمتظاهرون في الشوارع كتبوها على الجدران كرسالة لنتنياهو كما نرى. لكن هل يشاهد أو يسمع نتنياهو وحكومته مثل هذه الرسائل؟ يبدو أن الإجابة لا. الحكومة الإسرائيلية ناقشت إمكانية إصدار تعليمات إلى الشرطة كي تزيد من قمع الاحتجاجات، لدرجة أن نتنياهو استغرب عدم تقديم الشرطة حتى الآن سوى 6 لوائح اتهام ضد المتظاهرين. طلبت الحصول على تقرير حول ماهية سياسة التطبيق فيما يتعلق بانتهاكات القانون التي تتعدى على الحقوق الأساسية لملايين المواطنين والتي تتم بشكل شبه يومي أثناء التظاهرات. لماذا تريد الحكومة تغيير النظام القضائي؟ الأسباب كثيرة، أبرزها التدخل المفرط للمحكمة في تقييد قرارات الحكومة. الحكومة تدعي ذلك. يرى ائتلاف حكومة نتنياهو اليميني أن القضاة يغتصبون سلطات هي من حق المسؤولين المنتخبين. كيف يحدث هذا؟ في عام 1995 وللمرة الأولى أعلنت المحكمة أن لديها القدرة على إلغاء التشريعات التي تجدها غير متوافقة مع الحقوق المنصوص عليها في القوانين الأساسية لإسرائيل. ومن هنا يأتي معيار المعقولية الذي صوت الكنيست أخيرا لإقراره، والذي يغير من قدرة المحكمة العليا بشأن إلغاء أي تشريع يسنه البرلمان. ولنفهم هذا الإصرار لدى الحكومة علينا أن ندخل دائرة نتنياهو الائتلافية. إتمار بن غفير وزير الأمن القومي وزعيم حزب القوة اليهودية، عندما تحالف مع نتنياهو قالت صحيفة هارتس لدى نتنياهو بن غفير ليقوم بأعماله القذرة. بتسليل سموتريتش وزير المالية والاستيطان يقود حزب الصهيونية الدينية اليميني، وهو المفوض بتوسيع الاستيطان وهو مستوطن بالأساس. يايف ليفين وزير القضاء يقود خطا ضد جهاز القضاء وضد التسوية معه، يصفه سياسيون بأنه يقود الإصلاح القضائي بشكل انتحاري. سيمشا روثمان رئيس لجنة الدستور والقانون في الكنيست، أي يعتبر قائد جهود الائتلاف من أجل تمرير التعديلات. أعتقد بأن خطة الإصلاح القضائي بمثابة مصلحة وجودية لبقاء الائتلاف الحكومي، وهذا الموضوع موجود كبند في اتفاقات أحزاب الائتلاف الحكومي الموقع مع حزب الليكود. وهذا الإصرار يطرح سؤالاً آخر، ماذا لو أصر نتنياهو على تمرير التعديلات؟ ستواجه إسرائيل أزمة دستورية وستزداد حدة الاحتجاجات. المحكمة ستحاول إلغاء القانون، لكن هناك أمور قد تكون أخطر. سينفذ جنود الاحتياط خطتهم للتوقف عن التطوع، وهذا وفقاً لرأيهم ليس خيانة بل الخائن هو الحكومة. سنتوسع في التفاصيل بعد قليل، لكن إن تم هذا الأمر ستصبح إسرائيل على بعد ساعات من الدكتاتورية. من أكد ذلك؟ من قاد الثورة القضائية والدستورية في إسرائيل خلال التسعينات؟ أهارون باراك.
سوف أدعم المحكمة وهذا سيساهم في حماية حقوق الإسرائيليين، لكن إذا وصلت أمتنا إلى نهاية لا تريد فيها حقوق فهذا جيد مع الدكتاتورية إذا كان هذا ما يريده الشعب. هذا يعني أن الشعب أراد الدكتاتورية، عندها سيكون هناك دائما دكتاتوريون يخدمون ضمن هذه القواعد. الرجل الذي سمعناه يتحدث هو أهارون باراك، رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية لمدة 11 عاماً. في عام 1992 أعلن ثورة دستورية في البلاد ووضع قوانين أقرها الكنيسة بعد ذلك، ونصت على الحق في الحياة والحرية والكرامة، كان أمراً يحدث لأول مرة في إسرائيل. ثم في عام 1994 وضع باراك والمحكمة التي كان يرأسها نصاً منح الإسرائيليين الحق بالتظاهر والتعبير عن الرأي، لكن لم يستطع باراك وضع دستور لإسرائيل. بنت تل أبيب سفينتها الدستورية على مياه عالية. الكلام لا يزال لأهارون باراك. Israel has built its constitutional ship on the high waters. بنت إسرائيل سفينتها الدستورية على مياه عالية، هذا أمر تراجيدي. ما هو القانون الأساسي وما هو دستور؟ إعلان استقلال إسرائيل يلعب دورا في إسرائيل أكثر من ذاك الذي يحمله إعلان الاستقلال الأمريكي. الإعلان نص على أن تكون هناك انتخابات في غضون 4 أشهر لتفرز دستورا فيما بعد عبر الكنيست. هل هناك ما يوقف نتنياهو إذن؟ نعم، الجيش. نتحدث هنا عن جنود الاحتياط وسلاح الجو، هؤلاء يعتبرون أنفسهم خط الدفاع الأخير عن الديمقراطية. في احتجاجات مارس انضموا لحركة الاحتجاج بنية تعليق خدمتهم، ورغم أن نتنياهو لم يختبر مثل هذه الخطوة بعد، إلا أنها ساهمت في إجباره على تعليق الخطوة وإلغاء إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت. اليوم أعلن أكثر من 350 جندياً احتياطياً إنهاء تطوعهم احتجاجاً على التعديلات القضائية، وسط توقع بازدياد العدد بحسب هيئة البث الإسرائيلية. الغالبية العظمى من هؤلاء الجنود من الطيارين والملاحين، والباقون هم من ضباط السيطرة والمراقبة الجوية. أمر أجبر وزير الدفاع على تحذير الوزراء، الجيش لن يكون قادراً على الصمود. وينضم إلينا من القدس المحلل السياسي شلومو جنور، أهلا بك. يعني تسير الأمور بشكل واضح نحو انقسام داخلي، هناك 350 جنديا احتياطيا الآن يعترضون، لا يريدون الخدمة، وأيضا بينما نتحدث المظاهرات في تل أبيب مشتعلة، وهي مشتعلة منذ تقريبا 28 شهرا. هل فعلا يريد نتنياهو أن هل فعلا يريد نتنياهو فرض سياسة الأمر الواقع التي تبدو وكأنها مفروضة عليه أيضا؟ يبدو هذا في هذا المساء، يبدو هذا بأن هذا هو الاتجاه، خاصة وأن نتنياهو، وهذه معلومة إخبارية طارئة، بأن نتنياهو أصيب بوعكة صحية نتيجة درجات الحرارة، وهو لا في المستشفى، وظهر قبل قليل على شاشات التلفزيون وقال بأنه بخير، ولذلك تمنى للشعب الإسرائيلي كل الخير، ومن هنا لطمأنة الشعب الإسرائيلي. ولكن هذا لا يطمئن الشارع الإسرائيلي الذي الأسبوع الثامن والعشرين على التوالي يتظاهر أمام نية حكومة نتنياهو وإقدام الائتلاف الحكومي المضي قدما في إقرار مشروع القانون خلال الأسبوعين القادمين، وليصبح بمثابة قانون نهائي يقلص من صلاحيات تدخل مع المحكمة العليا، قضاة المحكمة العليا في شؤون القرارات التي تتخذها
الكنيست وأيضا الحكومة. اعتبارا ذكرت وتفضلت بالذكر أن جنود الاحتياط خاصة من سلاح الجو، بالإضافة إلى مدة الاحتياط خدمة الاحتياط يتطوعون أيضا على مدار السنة، ولذلك هم سيمتنعون اعتبارا من صباح غد. نعم، وهنا نقطة لافتة، يعني يدعوت أحرنوت نقلت عن نتنياهو موقفا مناقضا لما جاء سابقا في تصريحاته. الآن يتحدث نتنياهو ويقول إن البلاد يمكنها الاستغناء عن بعض الفرق والوحدات العسكرية لكنها لا تستطيع الاستغناء عن الحكومة، بينما كان يتحدث سابقا ويقول إن أي تحرك أو أي عزوف عن خدمة الجيش هو يقود الدولة بشكل عميق. يعني أيضا رفض الطيارين للخدمة قال سابقا إنه سيضر بقدرة الجيش الإسرائيلي. يعني هذا التحول في التصريحات في ظرف أسبوع، لأنه التصريحات الأخيرة كانت في 12 يوليو. هذا بالضبط، وهذا يدل على أن نتنياهو هو أسير في أيدي الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف الذي لا يمنحه هامش المناورة أو العذول أو تليين الموقف أو الاستجابة حتى لمطالب معظم الشعب الإسرائيلي أو حتى إدخال أدنى التعديلات على الإصلاح القضائي الذي يسر الجميع بأنه يجب إدخال تعديلات سواء طفيفة أو كبيرة، ولكن يجب إدخال تعديلات. ولكن الائتلاف الحكومي يسر على إدخال تعديلات شاملة حسب كما هو يراها بدون الاستجابة لمطالب المعارضة ومطالب الشعب. ولذلك هنا نتنياهو هو عدل عن قراره، عدل عن تعهده للإدارة الأمريكية بالذات بأنه سيلين موقفه. الوعد الجديد لنتنياهو بأن سائر القوانين المتعلقة بالإصلاح القضائي سيتم أخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب، مطالب الشرائح المختلفة من المجتمع الإسرائيلي، وأيضا طبعا مطالب الإدارة الأمريكية. واضح. كل هذا ولكن في المستقبل بمجرد وعود، ولكن ما وعد به حتى الآن خالف هذا الوعد. شكرا لك، كنت معنا المحلل السياسي شلومو غنور من القدس. انقاذوا أمريكا من عهدة ثانية لمن وصفوه بالرئيس العجوز، شعار جديد أضافه الجمهوريون من أنصار ترامب لشعارهم الشهير الذي ينادي بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. نقطة ضعف لم يفكر ترامب كثيرا حتى قرر استغلالها. بايدن يتلعثم في الحديث، يخلط الأحياء بالأموات، أما حوادث السقوط فلم تعد نادرة، كلها عوامل تغذي الشكوك بخصوص قدرة بايدن البدنية والعقلية على إدارة ولاية ثانية. لكن ما الذي يجعل الديمقراطيين يتمسكون ببايدن في مغامرة انتخابية؟ بايدن ديمقراطي أبيض من أمريكا العميقة، درس في جامعة عادية وتدرج طويلا في المناصب حتى أصبح رئيسا. تلك خصائص تبدو عادية لكنها كانت السبب في الحصول بايدن على ثلث أصواته الانتخابية. لكن كيف؟ وضعيته الحزب الديمقراطي من الداخل لا تختلف كثيرا عن الحزب الجمهوري، فأنصار الحزب الواحد لا يتشاركون في كل الأفكار، بل أحيانا يفترقون في ملفات أساسية تمثل هوية الحزب، والأسباب أيديولوجية وأحيانا اجتماعية.
الفئة الأولى التي تدعم بايدن داخل الحزب الديمقراطي تلقب بأصحاب الياقات الزرق، والمقصود هم الناخبون البيض الذين لا يمتلكون شهادات جامعية. هم يرون بايدن جزءا منهم ويمثلون 32% من أنصاره. أصحاب اليقات الزرق يمتهنون حرفاً يدوية أو مشاريع صغيرة. في الجهة المقابلة أصحاب اليقات البيض وهم البيض المتخرجون من الجامعات وعكس بايدن كانوا أكبر من ساند أوباما. الأمر منطقي فهو خريج جامعة هارفارد المرموقة. انتماؤه للنخبة الديمقراطية لا يمكن إخفاؤه. علاقة بايدن بالطبقة الوسطى أكثر من النخبة الأمريكية انعكست على برنامجه الاقتصادي. بايدن أعلن عند وصوله للحكم عن عقيدة اقتصادية جديدة مخالفة لما شهدته البلاد طيلة 4 عقود سابقة، أطلق عليها بايدنومكس. الفكرة في حد ذاتها ليست ابتكاراً. الرئيس الأمريكي الأسبق أعلن في منتصف الثمانينات عن عقيدة اقتصادية حملت اسمه. أما أسسها فهي مبنية على دعم هرمي للاقتصاد الأمريكي. الرئيس الأسبق رونالد ريغان رفض أن تتدخل الدولة بشكل مباشر في الاقتصاد، أما إنعاشها فيجب أن يتم بشكل هرمي من الأعلى إلى الأسفل، وذلك بخفض الضرائب ودعم الشركات الكبرى والأثرياء. دعم الشركات الكبرى سيسمح لها بالاستثمار بشكل أكبر وتوفير مناصب الشغل. باختصار، انتقال الثروة من الأعلى إلى الأسفل. بقي مبدأ ريغان، عقيدة أمريكا الاقتصادية، إلى أن قرر بايدن العكس. الاقتصاد يبقى العامل الأبرز الذي يعول عليه الرئيس جو بايدن في حملته الرئاسية المقبلة، مطلقا وعودا بإعادة بناء الاقتصاد عبر تعزيز الطبقة الوسطى وإطلاق الاستثمارات الذكية. ولكن بايدنومكس لم تعالج ما يدور في أذهان الناخبين عندما يصوتون في الانتخابات المقبلة، ببساطة لأن المواطن الأمريكي لا زال يتعين عليه أن يدفع المزيد مقابل المواد الغذائية أو الغاز أو أجرة منزله، وكل ما يهمه راتب أعلى وضرائب أقل. وبحسب آخر استطلاع للرأي فإن نسبة التأييد التي يحصل عليها الرئيس بلغت حوالي 40% مقابل رفض 53% له بعد الإعلان عن خطته الاقتصادية. العقوبات على طالبان والضرر على الأفغان في الساعة بعد دقيقة. أهلا بكم من جديد. رغم كون الصين من أكبر المستثمرين الأجانب فيها بالماضي، إلا أن علاقات بكين مع أفغانستان كانت محدودة نسبيا في السابق مقارنة بدول أخرى مثل روسيا والولايات المتحدة. لكن ثمة حدثا ركز عيني التنين على أفغانستان، بالطبع الانسحاب الأمريكي. وهنا رأت الصين ضرورة أن تعزز أمنها الجيوسياسي. بكين هي إحدى الدول القليلة التي تعمل على توسيع تعاملاتها مع حكومة طالبان غير المعترف بها دولياً، حيث عملت الصين على استغلال فرصة منذ الانسحاب الأمريكي، زادت بشكل كبير من الأنشطة في المناجم الأفغانية المختلفة. في بداية العام الجاري وافقت شركة صينية على توقيع عقد لاستخراج النفط من أفغانستان مدته 25 عاماً، أكبر صفقة اقتصادية بين البلدين. وقبل أيام أعلنت حكومة طالبان البدء في استخراج النفط من أبار بلاك قشقري في منطقة أموداريا في ولاية سوربل شمالي البلاد، خطوة تهدف بها طالبان لتحقيق الاكتفاء الذاتي. لكن من المساعد؟ بكين. تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لهذه الآبار حوالي 350 طناً. نحن نأمل أن نرى في المستقبل اكتفاءً ذاتياً بمجال النفط في أفغانستان.
هي مصلحة متبادلة بين الطرفين. الطرف الأول الصين أهدافها عديدة، وأولها هو تعزيز الاستثمارات، فأفغانستان تعد واحدة من أغنى دول العالم بالموارد. مثلاً قيمة الرواسب المعدنية غير المستغلة مثل النحاس والحديد، الليثيوم، تعادل نحو تريليون دولار أمريكي. الليثيوم تحديداً من أهم العناصر المطلوبة في صناعة السيارات الكهربائية، موضع تنافس مع واشنطن بالمناسبة. وقيام الصين باستخراجه بكميات كبيرة من أفغانستان في المستقبل القريب سيجعلها لا تحتاج لاستيراده، وهي في الأساس تستورد 70% من حاجتها منه. دافع صيني آخر وهو الحفاظ على الاستثمارات الصينية في باكستان وآسيا الوسطى، حيث تخشى الحكومة الصينية من أن تقوم الجماعات الإرهابية في أفغانستان بضرب مصالحها في الإقليم. عدد كبير من هذه الجماعات الإرهابية مثل داعش والقاعدة وحركة طالبان باكستان ترى أن الصين هي العدو رقم واحد، وذلك بحسب وصف زعيم حركة أوزبكستان المتطرفة. هذا الأمر لن يضر فقط بأمن واستقرار أفغانستان، بل سيؤثر على مشروع الصين الضخم، الحزام والطريق، وبالتالي بمصالح الصين الاقتصادية. المشروع الذي يربط بين قارات العالم يمتد بالأساس من الصين إلى دول آسيا ومن بلدان تلك المنطقة التي تحاول الصين الحفاظ على الأمن بها من أجل المشروع: أفغانستان وباكستان، طاجكستان وإيران. أما بالنسبة لحركة الطالبان فسبب ترحيبها بالاستثمارات الصينية أساسه معاناة أفغانستان الاقتصادية. انكمش الاقتصاد الأفغاني خلال العامين الماضيين بنسبة 35% بحسب The Economist. بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان تتوقع أن تتراجع الشحنات النقدية اللازمة لعمليات الإغاثة الإنسانية بسبب تراجع تمويل المانحين، وسيبدأ هذا الأمر في التأثير سلباً على الاستقرار المالي. كل ذلك جزء من أسبابه العقوبات الغربية على طالبان، لكن في الحقيقة هذه العقوبات تضر المواطنين الأفغان بشكل أكبر من طالبان، ولذلك وبحسب معهد إنتر ريجينال ترى طالبان الصين على أنها المنقذ الوحيد لاقتصاد البلاد المتدهور. عقوبات المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية أحدثت أكبر قدر من الضرر للمواطن الأفغاني العادي، وزادت من الأزمة الاقتصادية في البلاد. في الوقت نفسه يعتقد عدد من الاقتصاديين الأفغان أن العقوبات على أفغانستان زادت من معدل البطالة التي بدورها خلقت أزمة الجوع في البلاد. في حين تعتبر هذه العقوبات عزلة اقتصادية لأفغانستان، ما يعني تعليق أي شيء يتجاوز المساعدات الإنسانية، تعليق جميع مشاريع التنمية في البلاد، عزل أفغانستان عن الأسواق الاقتصادية والمالية العالمية، تجميد حوالي 9 مليارات دولار من رصيد البنك المركزي الأفغاني التي تعتبر من منظور القانون الدولي ملكاً للشعب الأفغاني، استحالة تحويل الأموال إلى الداخل الأفغاني. فالعقوبات الدولية لا تستهدف ممتلكات الدولة وحدها في أفغانستان، بل هي تدفع الشعب الأفغاني إلى الفقر وإلى نقص مزمن في التنمية البشرية. لا شك أن التسوق بات بالنسبة للكثيرين ترفاً غير متاح للملايين. تتراجع الظروف المعيشية بشكل مستمر، يزداد الفقر وتضعف الرواتب أمام آفة التضخم. لكن شهية التسوق رغم الأزمات لا تزال تمثل مصدراً للبهجة بالنسبة للمحتاج ولميسور الحال. وهذه البهجة تقاس بعدد الأكياس، سواء كانت السلع بداخلها ضرورية أو هامشية. وحتى بعد أن أصبحت هذه الأكياس بحد ذاتها سلعة فرض عليها سعر في معظم دول العالم، ولا يخفض البهجة حقيقة أن مادة البولي إيثيلين التي تحتويها هذه الأكياس بكل ما تسببه من أضرار بيئية هي العدو الأكثر توحشاً لكوكب الأرض. ولا أن نعرف بأن تصنيع 9 أكياس بلاستيكية يحتاج طاقة تسير سيارة لمسافة كيلومتر،
وأيضا أسعار الأكياس البديلة الصديقة للبيئة القابلة للتحلل تتراوح من دولار إلى دولارين، في حين أن الكيس البلاستيك الواحد الذي يعود لمقلب القمامة ويكمل دورته الضارة بالمحيطات والبحار يحتاج إلى مئات الأعوام للتحلل. إذن الأكياس البلاستيكية تبقى ذات سيطرة أبدية على المناخ، فماذا يمكن أن نفعل؟ في تقرير للأمم المتحدة عام 2018 بلغ عدد الأكياس المستهلكة في العالم نحو 5000 مليار كيس، ما يصلح لإعادة التدوير منها قليل للغاية. وماذا عن عامي الوباء؟ كم كمامة استهلكنا يومياً أكياساً وقفازات ومنتجات الاستخدام الواحد؟ أكبر مصادر النفايات البلاستيكية والورقية قبل كورونا كانت المستشفيات، بعده 8 ملايين طن أخرى استهلكت على مستوى العالم، دخل أكثر من 25 ألف طن منها إلى المحيطات. بذلك ساهمت النفايات البلاستيكية التي توحشت أرقامها بعد جائحة كورونا في خلق وعي أكبر للتحرك ضد هذا العدو الرقيق في الملمس. نيوزيلندا مثلاً ستصبح مطلع الشهر المقبل أول دولة تحظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة في المتاجر لجمع الخضروات والفواكه، وسيمتد الحظر الجديد إلى أدوات الطعام البلاستيكية، والحظر سيحول دون استخدام 150 مليون كيس سنوياً، بعد أن حال حظر استخدام أكياس التسوق قبل 4 سنوات دون استخدام أكثر من مليار كيس سنوياً، وكان هذا في عام 2019، العام الذي توقفت فيه الصين عن استيراد النفايات البلاستيكية تاركة العالم في موجة أزمة وفي مواجهة الأزمة. من يريد هذه اللعنة؟ وهي بالفعل لعنة البلاستيك بحسب ما تسميها الأمم المتحدة بعد أن كانت نعمة القرن العشرين. تخيلوا أن حجم الأكياس الملوثة للبيئة يكفي للف كوكب الأرض برمته 10 مرات. هذا الخيال الصادم مثبت علمياً، والمفارقة أن ابتكار هذه الأكياس بمتانتها النسبية وتكرار استخدامها وخفة وزنها وسهولة حملها جاء من الأساس لمحاولة معالجة أثار استعمال الأكياس الورقية التي تبدو للوهلة الأولى غير ملوثة للمحيط بسبب سرعة تحللها، لكن الأوراق تتسبب في قطع جائر لأشجار الغابات. عشرات ملايين الأشجار تقطع سنوياً من أجل صناعة الورق. الورق مفيد بديل البلاستيك.
وبذلك استمرارية الأرض في خطر. هناك 29 دولة فقدت 90% من غطائها النباتي. دول تقريبا باتت بلا أشجار. فماذا يعني ذلك؟ شجرة واحدة تعطي الأكسجين الكافي لشخصين سنويا. فماذا لو كانت واحدة من كل 3 أشجار مهددة بالانقراض؟ نحن نتحدث عن أكثر من 30% من مختلف الأنواع، تقريباً 17,500 نوع، ومنها البلوط والمجنوليا والأبنوس وأشجار الأخشاب الاستوائية. فما مدى الخطر مشاهدينا؟ قد لا يكون كبيراً حسابياً، فهناك 3,400,000,000 شجرة تقريباً حول العالم. اختفاء تريليون شجرة وبقاء تريليونين يكفي لحاجتنا من الأكسجين، أليس كذلك؟ لكن لا يجب أن ننسى التأثيرات الكبرى على النظام المناخي: التلوث، التغير المناخي، الانبعاثات، الغبار الذي تمتص منه الشجرة الواحدة 20 كيلوغراماً سنوياً، 80 كيلوغراماً أخرى من الترسبات. وماذا عن الصناعات؟ نحتاج إلى 24 شجرة لتصنيع طن من الورق. لحظة، وصلنا إلى صلب المشكلة. نحن المشكلة. بلغنا بقطع الأشجار. الولايات المتحدة وحدها تقطع 68,000,000 شجرة سنوياً لتصنيع الورق. هناك 100 شجرة تقطع بالدقيقة لبناء البيوت والأثاث وغيره مما نعتقد أنه ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. النتيجة إزالة أكثر من نصف الغابات في جميع أنحاء العالم. بالطبع عندما تريد إصلاح أحذيتك وملابسك فأنت تدفع مقابل هذه الخدمة. هناك من يمتهنها ويكسب قوت يومه من هذا الأمر. لكن تخيل أن تصلح ملابسك ويدفع لك. فرنسا ستفعل ذلك، والهدف بيئي، الحد من النفايات. من الآن وحتى الساعة المقبلة، أنا حنين الشولي وهذه الساعة 6. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.